حول تطورات الأسواق العالمية ينضم إلينا من عمان سيد سركيس تشبريان محلل الأسواق العالمية في مجموعة إيكويتي جروب. سركيس أهلا بك معنا. خليني أبدأ بعودة ظهور هذه العقوبات من جديد من قبل واشنطن على هواوي، إلى أي مدى يعني يمكن أن نرى تأثيرها على الأسواق التي واصلت يعني مكاسبها وتحديدا الأسواق العالمية، وخصوصا بعد عملية تأجيل ربما الاتفاق التجاري ما بين الصين وأمريكا في مرحلته الأولى والاجتماع الذي كان مرتقب ما بينهما؟ بالفعل رغم بعض التوترات التي تسببت فيها التوترات الأمريكية تجاه شركة هواوي، إلا أن آخر التصريحات التي أدلى فيها الرئيس الأمريكي أعطت بعض الراحة للأسواق المالية في الوقت الراهن، حيث أن الرئيس الأمريكي أشاد في التزام الصين في اتفاق التجارة للمرحلة واحد، وأيضا هنالك ملامح بأن الصين ستزيد من مشترياتها من النفط الأمريكي بمقدار 20 مليون برميل بحسب آخر الأنباء التي نقلتها بعض وكالات الأنباء مثل رويترز، والتي أشارت إلى أن الصين سوف تقوم برفع مشترياتها خلال هذا الشهر والشهر المقبل من الولايات المتحدة وتحديدا من النفط، وهذا ما يعطي انطباع بأن بالفعل هنالك توترات سياسية وتجارية، لكن هذه التوترات نوعا ما حتى هذه اللحظة ما زالت محدودة، إذ أن المتداولين حاليا يرون أن الاقتصاد العالمي ومنه الاقتصاد الأمريكي والصيني غير مستعدان حاليا لأي توتر يتصاعد، وخصوصا مع اقترابنا من الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وهذا ما قد يبقي هذه التوترات رغم وجودها محدودة نوعا ما على مستوى الدولتين، لكن على مستوى الشركات ربما تستمر هذه التوترات في التأثير ما بين الحين والآخر على نفسيات ومعنويات المتداولين. لكن بشكل إجمالي كما نرى مؤشرات الأسهم الأمريكية وتحديدا مؤشر ناسداك يحقق مستويات قياسية، وأيضا مؤشر ستاندرد أند بور يوم أمس لامس مستويات بل وعلق عند مستويات قريبة من أعلى مستوياته تاريخيا عند 3397، وكل هذا يدل على أن هنالك بعض الارتياح في الأسواق المالية، حيث أن خطط التحفيز من البنوك المركزية حول العالم إلى جانب توجهات الحكومات حول العالم بتحفيز الاقتصاد كلها تطغى نوعا ما على أي قلق قد ينشأ حاليا ما بين الولايات المتحدة والصين فيما يتعلق تحديدا بالشركات، خصوصا مع بعض الراحة حتى مع تأجيل الاجتماعات لتقييم اتفاق التجارة للمرحلة الأولى. سيد سركيس دعنا نتحدث وننتقل إلى النفط. النفط يوم غد الاجتماع المرتقب لمجموعة أوبك بلس، نحن نشهد منذ يعني تداولات أمس ارتفاعات على النفط، كذلك الذهب، ما هو الحال إلى حين هذا الاجتماع يوم غد؟ لو بدأنا الآن في تحركات أسعار النفط فهي بالفعل ضمن اتجاه صاعد كانت خلال تداولات يوم أمس، حيث أن آخر الأنباء أشارت إلى أن الإنتاج من النفط الصخري الأمريكي ربما سينخفض من عدة تشكيلات كبرى في الولايات المتحدة بمقدار 20,000 برميل يوميا، وهذا أيضا يقابله توقعات صدرت سابقا من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أفادت باحتمالية انخفاض الإنتاج الأمريكي، كما أن بعض الإشارات عن التزام كبير نسبيا في أغلب دول منظمة أوبك بلس في خفض الإنتاج الذي أقر سابقا صحيح. والذي مقداره 7.7 مليون برميل، حتى أن هذا الالتزام بحسب ما جاء في بعض الوكالات بلغ 97%، وهذا يدل على التزام جيد. أضيف على كل ذلك إلى أن الطلب العالمي على النفط رغم عدم عودته إلى المستويات التي كان عليها العام الماضي بمقدار 100.1 مليون برميل يوميا، لكنه تحسن نوعا ما بحسب آخر الأنباء التي أصدرتها والبيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، وارتفع بمقارنة الطلب خلال الربع الثاني وخلال الأشهر الشهر الماضي والشهر الحالي، وهذا كله يحفز بعض الارتفاع في أسعار النفط. ويوم غد من غير المتوقع أن نرى أي تعديلات على اتفاقية منظمة أوبك بلس، وربما سيكون الاجتماع أكثر من أجل تقييم الالتزام من الدول، وهذا ما يعطي النفط بعض الدعم الصاعد. ولو نظرنا أيضا إلى عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا فنجد بأنها قد انخفضت لأول مرة منذ 13 من شهر الماضي لمستويات ما دون 200,000 إصابة، وهذا أيضا محفز جيد لبعض الارتفاع في أسعار النفط. لكن باعتقادي أن الارتفاعات في أسعار النفط ربما سوف تبقى محدودة
فالمتداولون والتجار حاليا يتابعون حقيقة انخفاض الطلب العالمي عن ما كان عليه مستويات ما قبل الجائحة، وبالتالي لا أستبعد بعض الارتفاع بأسعار النفط. ولو تكلمنا عن أسعار النفط الأمريكي الخفيف فمستويات حول 44 دولار وربما أيضا 45 دولار ربما تكون متاحة، لكن ارتفاعات أكبر من ذلك فأنا أشك حتى هذه اللحظة في ذلك، فالارتفاعات ربما ستبقى محدودة لحين صدور معلومات جديدة وبيانات أساسية تثبت أن الأسعار النفط سوف تعود للارتفاع بشكل كبير. نعم، الذهب سركيس عند 2005 حاليا عم نتداول، وبدأنا عملية الارتفاع والارتداد ب 2% من الجلسة السابقة، هل زالت المؤثرات اللي جعلت الذهب يتراجع لمستويات حادة بالأسبوع الماضي، أم في ما طرأ جديد على الاقتصاد والمستثمرون بدأوا يحتسبوا خلال هذه المرحلة؟ بالفعل المؤثرات السلبية التي تسببت الانخفاض الذي استطيع ان ادعوه بانخفاض حاد في اسعار الذهب خلال الاسبوع الماضي توقفت هذه الاسباب نوعا ما عن التأثير في الاسعار. بداية اود ان اشير الى ان المؤثرات الاساسية والاقتصادية ما زالت محفزة لارتفاع اسعار الذهب على المدى المتوسط والطويل، واهمها سياسات البنوك المركزية. وبدأنا الآن نسمع أقاويل في بعض الدول عن أن الفيدرالي الأمريكي ربما سيتسبب في أزمة مالية جديدة سببها البنوك حول العالم، إذ أن الدولار الأمريكي كما نعلم هو النقد الأول في العالم، وسياسات الفيدرالي الأمريكي التحفيزية وضخ التريليونات من الدولارات وطباعة الدولارات ربما سوف تسبب فقاعات تتسبب في أزمة مالية جديدة، وهذا الأمر بحد ذاته محفز لارتفاع أسعار الذهب. إما بالنسبة للمؤثرات التي تسببت بانخفاض الأسبوع الماضي على سبيل المثال منها الإعلان عن لقاح لفيروس كورونا في روسيا، وكذلك حديثا ظهر بأن هنالك لقاح لفيروس كورونا في الصين، إلا أن هذه اللقاحات لم تحصل على موافقات دولية بل بقيت الموافقات محلية على مستوى الدولة، وهذا أيضا دعم الارتفاع في أسعار الذهب بعدما عاد المتداولون للنظر بأن اللقاح لم يتم إثبات جودته عالميا. من هنا أرى بأن أسعار الذهب ما تزال في اتجاه صاعد، لكن وجب أن أنبه لموضوع صغير وهو مستويات حول 2020 إلى 2030 دولار. شهدنا سابقا حصول بعض عمليات جني الأرباح عند مستويات 2030 دولار، وفي حال وصولها يجب أن نتابع أسعار الذهب، فرغم أني أتوقع ارتفاع أكبر على المدى المتوسط والطويل، لكن على المدى القصير يجب الانتباه لهذه المستويات لأننا اختبرنا سابقا حصول عمليات جني أرباح حول هذه المستويات. نعم. وهذا ما أراه بالنسبة لأسعار الذهب. وبملخص لأسعار الذهب، الاتجاهات الصاعدة على المدى المتوسط والطويل قائمة مع عدم استبعادي لحصول بعض التصحيحات بين الحين والآخر، خصوصا لو لم تستطع الأسعار هذا اليوم أو خلال الأسبوع الاستقرار فوق 2030 دولار للأونصة. نعم سيد سركيس تشبريان، كنت معنا من عمان وأنت محلل أسواق عالمية في مجموعة إيكويتي جروب، شكرا لك.